ازيك؟ انا عملت برايس ليست جديده، يا ريت لو تعملي لها شير للموظفين. ماشي؟ عن اذنك. عناد؟ نعم. هو انت مش شايفني؟ ما تسلم عليا. ازيك يا انسه نادي؟ كويسه زي الفل. طب عن اذنكم. يا عماد بقول لك ايه، انت على طول مستعجل كده، ما تستنى اعزمك على حاجه تشربها معانا، احنا زمايل في الشركه وكده. ماشي موافق. وايه اللي ماشي موافق؟ انت ما صدقت؟ انا قلت هتقولي يعني اعزمك انا، ده واجب عليا، الرجال قوامون على النساء، حاجه من الحاجات دي يعني. طب انت تحبي تشربي ايه؟ اي حاجه والله. نسكافيه؟ ماشي اللي يجي منك كويس. نسكافيه. ماشي عن اذنكم. اتفضل. نسكافيه. انتي جميله يا حلوه، انتي عسل والله. حرام عليكي حرام عليكي، الواد غلوبه بعايز عنه. ده غلوبه ده؟ ده انا شايفاه جاي من يومين بحته دين عربيه، هي دي عربيته؟ لا بكتلع على شنو الصراحه، عشان عربيه ابن خالته. اخس ابن خالته ايه؟ يعني انا الشنطه غلط؟ ايوه تستاهلي احسن. ارحمي بقى، حرام عليكي، ده واد ابن ناس وفيرجن. ماشي فيرجن فيرجن، او احسن ما امشي حافيه. حافيه؟ مش مصدقه انحدار المصطلحات. يعني انا قصدي يقضي الغرض، يسد خانه، يطري الجو بدل ما الدنيا ناشفه كده يعني. يطري يطري وناشفه. ماشي يا اسطى، ما تنزلي تحت وتشقطي الرجاله من على الكورنيش. ايه ده، انتي هتروحي ولا ايه؟ اه طب انا معطلكي عن حاجه يعني؟ لا 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 خالص، اصلا يعني قلت انت زميلتنا ولسه جديده، اجي اشوفك عايزه حاجه كده عايزه حاجه كده، خصوصا انك من ساعه ما جيتي قاعده لوحدك وما اتكلمتيش مع حد فينا خالص. يمكن مشدوده عشان اول كام يوم في الشغل وعايزه اعرف طبيعته. انا ما اقصدش. انت متطلقه صح؟ اشمعنى؟ لا ما انا كمان متطلقه عادي يعني، ولما سمعتك بتقولي كده في التليفون قلت ان احنا هنبقى انتيم. اه والله حسيت كده ان روحي راحت لك على طول اول ما عرفت انك حجر صحي. يعني ايه حجر صحي؟ اصل المطلقات دول عالم كده لوحدهم، الناس تبقى حواليكي وزي الفل، اول ما يعرفوا انك متطلقه يبتدوا يتعاملوا معاكي على انك فيروس، ويا سلام بقى لو معاكي عيال تبقي شوال فيروسات. احلى تعبير سمعته في حياتي. طب طالما ضحكتي بقى وراكي حاجه؟ لا. طب تيجي نتغدى مع بعض؟ يلا يلا. ما قلتليش يا يوسف، انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ هقول لك يا سيدي، انا ما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه؟ اولا لان انا ما لقيتش واحده تخطفني تخليني احبها واحس انها بتحبني وبتخاف عليا بجد. من الاخر كده ما لقيتش واحده تستنى انها تدي علاقه بانها تبقى مراتي. كنت متعوده انت وهو تيجوا هنا على طول؟ اول مره جيت هنا كان معايا. طب السؤال بقى، بتحبي تيجي هنا عشان المكان فعلا كويس ولا عشان ليكي ذكريات حلوه فيه؟ مش عارفه، بس اقول لك على حاجه وعارفه انك هتفهميني كويس. انا بتوحشني كل حاجه كنا بنعملها مع بعض. بتوحشني لمسه ايدي، البصه في عيني، بيبقى نفسي قوي اعيش كل ده تاني. مش عارفه بقى عشان هو الراجل الوحيد اللي كان في حياتي ولا عشان انا عايزه راجل وخلاص. سوري سوري انا اسفه. الف سلام عليكي. انتي كويسه؟ اه متشكره قوي. هو ده مش كده؟ ايه يا عماد؟ اتخضيت ولا ايه؟ ما تتكلم معايا وانت جاي تسكت. اصل انا بصراحة يعني
أنا دي أول مرة في حياتي أخرج مع بنت. لا ما تقولش كده. لا بجد والله العظيم مش بكدب. طيب طيب ما تحلفش، باين عليك أصلا. يعني إيه باين عليا؟ مساء الخير يا فندم. ولا حاجة. مساء النور. إداك الشرب يا فندم. تشرب إيه يا عماد؟ أي حاجة. ماشي، هما عندهم حاجات كتير حلوة. عندهم هوت شوكليت، موكا، كابتشينو، وعندهم بقى حاجات ساقعة، في حاجات كتير. تاخد إيه؟ في شاي بلبن؟ أيوه. أنا عايز سكر زيادة. تمام يا فندم، حضرتك يا فندم. جيب لي كابتشينو لو سمحت. تمام يا فندم. شكرا. ها، قول لي بقى يا عماد، احكي لي أي حاجة عن نفسك يعني. قول إيه؟ أي حاجة يعني، عايش مع مين؟ عندك إخوات ولا لأ؟ أنا عايش مع بابا وماما ومعنديش إخوات خالص. على فكرة يا عماد، ذوقك في اللبس بيعجبني جدا. بجد؟ أه والله، حلوة أوي البدلة دي، شكلها سنين. نوعها إيه دي؟ لا أنا البدل دي بفصلها، عندي ترزي صاحب بابا من زمان، وكل أول شهر بديله دفعة. كل أول شهر؟ أه. يعني بتدفعها بالتقسيط؟ أه. وكنت قلت لي باين إن عربيتك دي مش عربيتك صح؟ أه. عربية ابن خالتك باين؟ أه. أنا باخدها منه كل ما يسافر القاهرة عشان شغل، عشان هو مش بيحب يسافر القاهرة بالعربية. أصله قال لي قبل كده إن القاهرة غير اسكندرية خالص، زحمة بقى ومواصلات فيها صعبة. عارفة؟ أنا عمري في حياتي، عمري ما طلعت بره اسكندرية. هو ابن خالتك بيشتغل إيه؟ مهندس بترول. حلو. هو إيه اللي حلو؟ لا ولا حاجة. المكان حلو؟ آه جميل جدا، جميل جدا. متشكر. سايب لبن جه؟ شوفه بقى بسرعة على يبرد. حاضر. أنا وصلت. عارف يا عماد؟ أنا حاسة إن أنا وأنت هنبقى أصحاب قوي. يا ريت. طب ما تقول لي بقى يا عماد، ابن خالتك راجع إمتى؟ هو قال لي بكرة إن شاء الله. هايل. هو إيه اللي هايل؟ إيه؟ لا يعني أنا حاسة إن أنت بتحبه. آه. وقريب منك قوي. فانا يهمني ان انا اعرف الناس اللي انت بتحبهم واللي قريبين منك. والله يا سامي ده زي اخويا، وانت لما تشوفيه هتحبيه قوي قوي. من غير ما اشوفه والله هحبه. ايه لا عايز اشرب البتاع ده. حلو الشاي بلبن. جميل جميل. الف هنا وشفا. خدي. ما قلتليش بقى انت اتطلقتي ليه؟ ما حسيتش بيه. كنت عايشة لوحدي في كل حاجة، مع إنه كان شخص ناجح، دكتور في الجامعة، وسيم، من عيلة كبيرة قوي، غني، لكن طول الوقت كنت حاسة إني لوحدي. حتى وأنا معاه كنت حاسة إني لوحدي. فهماني أنا بقصد إيه؟ فهماكي طبعا. طب ده أنا أكتر واحدة في الدنيا دي هتفهمك.